متابعينا الكرام، متابعي صفحة الفجر الرياضية، نجدد الترحاب بكم. معنا كوتش السيدة رشيدة، مدربة نادي الفتح الرياضي الرباطي. كوتش، بالصحة والراحة ومبروك عليكم الفوز في هذه المباراة الأولى. شنو يمكن تقول لنا على أجواء اللي دارت فيها المباراة، وشنو يمكن تقول لنا على الفوز ديالكم في أول دورة من هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اليوم الفوز ما كيجيش عن يعني غير هكذاك. الحمد لله هاد الفوز جا عن جدارة واستحقاق، كما شفتوا كيف ما كان البث المباشر، فكنا مسيطرين على المباراة من اول دقيقة لاخرها. في الشوط الاول قريت درست الفريق كيفاش كيلعب، في الشوط الثاني اعطيت تعليمات للاعبات اللي في حقها طبقوها في الدقائق الاولى اللي سجلنا فيها الهدف، وبعد درت بعض التغييرات والحمد لله اللي عطات الاكل ديالها. وكما سبق لي قلت اكثر من مقالات رياضيه بان فريق الفتح الرياضي هو ضيف على اسم الوطني الاول، مما غاديش يكون واحد اللقمه سائغه، فهو عنده الحمد لله عنده امكانيات بشريه الحمد لله اللي اليوم شفناها، لاعبات صغار كاين لاعبات مخضرمات اللي في حقه كان واحد الانسجام واحد التناسق هو اللي ادى لهذه النتيجه والجديه في العمل. فالحمد لله طبقوا كاع التعليمات وتاتنا هذا الفوز، وكنشكرهم جميعا وكنشكركم انتم مرة أخرى. مبروك الفوز ديالكم. واش يعني هذا الحديث ديالك يقدر يجرني لواحد السؤال آخر، واش ممكن أننا نتسناو أن الفتح الرياضي هذه السنة في البطولة أنه يكون في بوديوم؟ واش هذا من بين يعني الأمور اللي مسطرة عندكم؟ بالنسبة للبوديوم ما غاديش نقول لك أنا من هنا غادي نكون في البوديوم، إن شاء الله غادي نكونوا مع الأوائل. حنا كنشتغلوا كل مباراة كنشتغلوا لها بواحد الجدية وكنستعدوا لها في كامل الاستعداد. التعليمات ديالي للاعبات وهو بأننا حنا واخا رغم أننا فارق يلاه صعدنا الفريق القسم الوطني الأول، الحمد لله التجربة ما غاتكونش سهلة، مي الحمد لله الفريق راه كما شفتوا اليوم منسجم، قدموا طبق كروي رائع اللي استمتع به الجمهور ديال القصر الكبير. احنا كنشتغلوا هذا الشيء ماشي كنجي عن صدفه. وبالنسبه للبوديوم هذاك كما كنقولوا احنا كل مباراه كنستعدوا لها باش نجيبوا فيها الفوز، فاحنا شعارنا هو الفوز ان شاء الله. مبروك مره اخرى كوتش، ومزيد من التالق ان شاء الله في المباريات القادمه بحول الله. شكرا.